بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق تكلمنا عن الكنترول فلو والفلو تشارت. في الدرس يلا نستكمل الحديث عن هذا المثال الأخير هنا اللي عندنا. أتمنى أنك تكون حاولت أنك ترسم الفلو تشارت للبرنامج الأخير. راح يكون الفلو تشارت بشكل التالي. طبعا راح أغفل السطر رقم 1 ورقم 2، لكن يهمنا حنا أخلنا نبدأ من رقم 2، يعني رقم 1 واضح، فنبدأ من رقم 2 اللي هو int x. هنا راح يكون عندنا int x إلى آخره. بعد كذا اللي راح يكون بعده هو الديسيجن أو السؤال أو القرار، اتخاذ القرار هنا أنه عندنا x أكبر من أو تساوي صفر. هل ال x أكبر من أو تساوي صفر؟ هنا لازم أنك تتخذ قرار، لازم أنك تتأكد من الشرط أو عفواً تشيك على الشرط، زين تتحقق من الشرط هل هو صحيح أو خاطئ. إذا كان نعم، إذا كان yes، فإنك راح تاخذ تكتب system out أو تنفذ ال positive، زين اختصرها ب positive، مضبوط، system out println، system out println ال positive، مضبوط. إذا كان no، إذا كان no، مضبوط، وهنا هذا الفرق عن السابق، هنا فإنه راح تنفذ الجزء الآخر اللي هو system out println negative. بعد كذا التنفيذ راح يرجع مرة أخرى، كل الاثنين راح يستمرون إلى الخطوة التالية وهي طبعا نهاية البرنامج. إذا لاحظ هنا أنه عندنا هذا الذن وهنا الإلس. الإلس هنا صار فيه حاجة تتنفذ قبل ما نروح نكمل فيما بعد الإف ستيتمنت. طبعا أتوقع أنه الفلو تشارت حاجة سهلة يعني، لكن سؤال شو الفايدة من الفلو تشارت؟ ليش حنا نوضح فلو تشارت؟ فايدة الفلو تشارت في الحقيقة هو عادة يستخدم قبل عملية تصميم قبل عملية كتابة البرامج. فمثلا في عندما يقوم مثلا المبرمجين قبل ما انهم يكتبون برنامج معين، لما تكون يخططون البرنامج او يفكرون في كيف يعني يكتبون مخطط برنامج، يستخدمون أشياء شبيهة بالفلو تشارت، مثل Activity Diagrams وغيرها، عشان تساعدهم على فهم أفضل البرنامج. لأن في بعض الأحيان يكون دائما إذا رسمت البرنامج يكون أوضح لك، تفهم البرنامج بشكل أفضل، أو إذا رسمت البروسيس أو العملية اللي راح تصير. حنا راح إن شاء الله لما نشوف أمثلة إن شاء الله إضافية على الـ If Statement راح نحاول نستخدم أشياء شبيهة بالفلو تشارت قريبة منه، حتى يعني نشوف كطريقة أو وسيلة نستخدمها عشان نحل البروبلم قبل ما أننا نكتب البرنامج، عشان تسهل علينا كتابة البرنامج. طبعا في لغات البرمجة يعني، أو المصطلح الرسمي في لغات البرمجة، هناك شيء يسمونه الكنترول فلو جراف، وخلوا أكتبه هنا كنترول فلو جراف، وهو يوضح بشكل دقيق كيف يصير التنفيذ البرنامج. طبعا هو شبيه جدا بالفلو تشارت. المهم انه بشكل عام لو جينا الاف ستيتمنت عندنا هنا، راح نلاحظ انه الفلو تشارت للاف ستيتمنت يكون أحد حاجتين. إما أن يكون في الـ if statement عندنا، إما أن يكون الـ flow chart بالشكل هذا، إذا كانت if بدون else يكون في decision، مضبوط، هنا الـ condition، مضبوط، اللي هو الشرط حق الـ if statement، بعدين yes إذا تنفذ، يتنفذ الـ body حق الـ if statement أو جسم الـ if statement. إذا لم يتنفذ، مضبوط، أو عفواً إذا لم يتحقق الشرط، فإننا نستمر في التنفيذ ونقفز ما يسمى بالبادي حق الـ if statement.
راح نقفز البادي حق الاف ستيتمنت زين، وراح نشوف ان شاء الله نشوف ان شاء الله تفصيل اكثر شرح اكثر في دروس قادمه ان شاء الله عن كيف شكل الاف ستيتمنت او ستراكشر او بنيه الاف ستيتمنت كجزء من لغه الجافا. فاذا الاف ستيتمنت يكون تنفيذه اما بالشكل التالي، عندنا كونديشن، بعد كذا الكونديشن هذا اما ان يتحقق او لا يتحقق زين، زي ما شفنا في الاف ستيتمنت اللي عندنا في الاسفل هنا زين، بدون else، هذا هو الطريقه الاولى، او انه يكون عندنا تكون عندنا الاف ستيتمنت هي بالطريقه الثانيه اللي فيها else، يكون عندنا decision في هنا الكونديشن، وبعد كذا اما ان يكون yes، وفي الحاله هذه يكون البادي حق الاف، هذا البادي حق الاف، وهنا اذا كان نو فانه راح يكون عندنا البادي حق الالس، بادي للالس زين، وبعد كذا كل الاثنين راح يجتمعون ويكتمل ويستمر تنفيذ البرنامج فيما بعد. اذا اما ننفذ الجزء هذا او الجزء هذا، هذا هو تفريع البرنامج، مثل شفنا الشيء هذا في المثال اللي عندنا اللي موجود اللي هو المثال هذا زي ما تشوفون بالضبط، هذا المثال اللي عندنا هنا، المثال هذا هو اللي فيه نفس الفكرة هذه. إذا أختم بالملخص السريع، الإف ستيتمنت تغير لنا الكنترول فلو حق البرنامج أو سير تنفيذ البرنامج، نستخدم الفلو تشارت كطريقة نرسم من خلالها كيف ينفذ البرنامج، حتى تساعدنا بفهم البرنامج، تساعدنا في التخطيط للبرنامج، تساعدنا في فهم كيف الإف ستيتمنت تشتغل، يعني فوائدها يعني كثيرة. راح إن شاء الله نشوف في أمثلة قادمة نستخدم الفلو تشارت، وإن لم يكن يمكن بالتفصيل هذا يعني بشكل أقل تفصيلا، حتى أن نستطيع أن نفهم البروبلم أو المشكلة أو السؤال اللي يجينا بعدين نحل عليه مثال أو نحل السؤال اللي باستخدام الكمبيوتر. شكراً.